يا بنات بدي اياكم تدعوا بالخير لبنت السلطان، وما بدي الابتسامه تفارق وجوهكم ابدا. يلا يا اغوات زدتوا الذهب. مولاي، انبسطت كتير بشوفتك واقف على رجليك قدامي بصحة وعافية. طمني، صحتك صارت منيحة؟ منشكر الله وضعي صار منيح مولاي. أنا وجاي لهون سمعت إنكم رزقتوا بمولود جديد، الله يحميلكم إياه. آمين. قرب لهون. مولاي ما صار فرصة لنقعد ونحكي قبل هلأ. إجاني المرض من جهة والحوادث من جهة تانية، بس منشكر الله رجعت مثل قبل ليكني جنبكن. وأنا هلأ إجيت وحابب ارجع اطلب منك تعزلني من منصبي. نحن حققنا معك انتصارات كبيرة يا رئيس خضر، فتحنا مع بعض بلدان كتيرة، طول فترة قيادتك للأسطول ما قدروا الأعداء يرفعوا راسهم قدامنا. ما دام سلطان العالم واقف معي حيخافوا مني أكيد. كل العالم بيعرف إخلاصك إلي ولدولتنا العالية، وحتى لو ما حدا بيعرف بكفي إنه أنا بعرف. أنت مو بس قائد أسطول البحر، أنت صديقي المقرب، يعني أنت يا ريس صديق الدرب. إذا سلطان العالم عم يقول إني صديق لإله فهذا فخر، وهالشي بيغنيني عن كل شي. صحيح الإنسان مع الزمن بيكبر، بس قلبه وروحه ما بيكبروا وبيضلوا شباب يا ريس، وخاصة العقل بيصير أذكى بكتير. ومشان هيك طلب العزل تبعك مرفوض تماما. طول ما فيك روح وعم تتنفس رح تضل أنت قائد أسطولي البحري. دستور حضرة السلطانة هيام. سلطانة أعطيني إياها لشوفها. الظاهر ما في نصيب يكون في أمير تاني، بس إجتنا السلطانة مثل القمر مزبوط. ما شاء الله. شو اسمها عفيفة خانم؟ راضية يا سلطانة. راضية. الله يحميها من العين يا نازلة. Thank you.
أهلين يا خضر باشا، صرنا فترة منيحة ما شفنا بعض. عم بسمع أنه وضعك الصحي مانو منيح بنوب، وقال أيامك بهالدنيا صارت معدودة. أكيد رح يجي يوم نموت كلنا يا باشا، بس مو اليوم أبداً. الحمد لله صحتي صارت منيحة، ومولانا شافني بهي الحالة واطمن علي، وفوق طلب مني ابقى بمنصبي. بس في موضوع خلينا نتفق عليه، يلي إله حساب معي خلي ياخد حسابه مني إلي، وإذا حدا قرب صوب عيلتي ومد إيده عليهم مرة تانية يشهد علي رب العرش العظيم، رح أقطع له الإيد وطعمية للكلاب. معناتها خلي عيلتك بعيدة عن السياسة يا باشا، خليهم بعاد مشان ما يتأذوا بالغلط. ولا تنسى يلي بيشتغل بخطط من ورا السلطان رح يدفع الثمن غالي كتير. رح يجي يوم ويشوف مولانا كل شيء، وحيعرف مين اللي عم يشتغل من وراه. يا الله، بجوز عرفوا انك عندي. هوري جيهان اهدي شوي، هذا قصري، مين اللي بده يجي يعني؟ وطي صوتك. شوفي، ليش اجيتي لعندي؟ جبت لك ثيابك يا سلطانة. طيب هاتيون عنك، انت فيكي تمشي. كانوا رح يمسكوك عندي. خدودك بيصيروا مثل الورد الجوري، بستخجلي يا هوري جيهان، وبتصيري اجمل بس هالشعرات الحلوين يقربوا هيك على عيونك. لازم نكون حذرين يا بيزيد، بلا ما حدا يشوفك عندي. تعالي نفطر بغرفتي من نادي لجيهانجير كمان. دقيقة. ما في حدا، فيك تطلع. ادخل. سمو الأمير عم يستنوك على الفطور. قليلاً تعبان شوي، وأنا أصلاً مو جوعان. لا يستنوني. تحت أمرك. خير شو في يا رستم باشا؟ صحيح الموضوع بيتعلق بالرئيس خضر؟ قال تحسن وضعه، ومشان هيك مولانا طلب منه يبقى مستلم منصب قيادة البحرية. الباشا عم يلتقي بمصطفى بالسر ويتفقوا، وعم يعمل المستحيل مشان يخليه يعتلي العرش، ورغم هالشي بضل بمنصبه. شلون هيك؟ صعب كتير نعرف شو في بعقل مولانا السلطان، بس واضح كتير انه خضر باشا والامير مصطفى توجعوا كتير من ورا هي الحادثة، ولازم ما نسمح لجرحهم يطيب ابدا. طيب شو رح نعمل؟ برأيي خضر باشا وصل لاخر الطريق، ونحن بالوقت المناسب لازم نودعه بطريقة تليق بمقامه وبمقام عيلته كمان. سلطانة، قالوا لي بدك تشوفيني. قلت لي انك عم تخوض حروب،
ومانك فاضي لقصص الحب وهالحكي هاد. بس ليك مهرونيسة هون؟ مانك ملاحظ انك هيك عم تخلي ابوك يوقف بوشك؟ اجت لهون كمساعدة لألي. مولانا السلطان والكل ما رح يعرفوا غير هيك. بس انا نبهتك من هالموضوع، ما بده اياها تكون هون. مولانا كان عم ينصحني، بس ترك القرار لألي وانا اخذت قراري. مصطفى، طول هاي السنين وانا عم راعي القوانين، شو استفدت سلطانة؟ قلي لي شو اللي تغير؟ شو ما عم بعمل مولانا السلطان ما عم يرضى عني. بس هالمرة ما رح اسمع القوانين، رح اسمع صوت قلبي. ان شاء الله تقدري تفهميني امي. فكرتك ما رح ترجعي لهون. وانا كمان هيك فكرت، بس اطمن ما حدا بيعرف بوجودي هون. هلا ولا بعدين رح يعرفوا. شو نسيتي هنن شو عملوا؟ انا رضيت بقدري، بس سمو الامير ما رضي بهالشي. بعت مكتوب لابي دغري وطلبني منه على سنة الله ورسوله، وعن قريب رح ينكتب كتابنا. ما فهمت، كتب كتاب شو؟ الأمراء ممنوع يكتبوا كتابهم وخاصة بالسر، هالشي مستحيل. بعرف، بس رح يكون كتب كتاب بالسر، الكل حيعرفوني إني مساعدت الأمير مثل ما كنت. لا هلأ ريحتيني كتير. فهد أنت اهتم بوظيفتك وبس، ولا تتدخل بشي تاني. وظيفتي حماية سمو الأمير يا خانم، حمايته من أعدائه ومن أصدقائه، وإذا كان في لزوم بحمي يا خانم حتى من حالي. يعني رح تمنع الزواج؟ روح اعمل كل شي بيطلع بإيدك، لأنه أنا بقياني ومستحيل أترك سمو الأمير مرة تانية. خبر مولانا أني أجيت لشوفه. شو في جيهان خانم؟ انت ليش جبتيني لهون؟ سمو الامير طلب مني حضر لك هالجناح يلي شايفتي قدامك. كيف يعني؟ معقول هالجناح؟ هالجناح لك انت يا خانم. والله انت وحده كتير محظوظه، من زمان كان هذا جناح السلطانه ناهي الدوران. امتى ما بدك فيك تنتقلي عليه. يعني بما انه هالجناح الي، يعني ما في داليا خانم ولا حدا. مزبوط، وخصصنا هالجواري مشان يخدموكي. حلو كتير، روحوا لكمل شو شغل. حاعمل جناحي مثل قصور البندقيه، رح حط طاوله كبيره هون وشمعدان هون، وجيبوا لي قماش حرير لحطه على تختي. هالسجاده قيموها ما لازم، والبانيو رح حطه هنيك. هدول يلي طلبتيهم مستحيل يصيروا. هلأ صحي سمو الأمير مو حابب يزعلك، بس هيك أنت رح تصيري على لسان كل مين بالحرم لك، والإشاعات رح توصل للعاصمة. وتصل شو فيها؟ صحي سموكي نوربانو، بس تصرفاتك لساتها سيسيليا. إذا بدك تصيري سلطانة لازم تنسي البندقية يا خانو، لازم تعيشي مثل ما بتعيش سلطانة بالدولة العثمانية، وإذا ما عملتي هيك ما حدا رح يتقبلك أبداً. مولاي، أنا عملت زيارة لولايات أمرائنا مثل ما أمرتوني جنابكن. إيه وكيفن أمراء؟ نشكر الله تمام، صحتن منيحة وقاعدين على رأس عملن. ولأني وصلت من شوي فما صار عندي وقت مشان جهز تقرير مفصل بأوضاعن. بعدين بتقدم لي إياه. بدي إياك تحكي لي كل شي شفته من دون ما تنقص أي شي. بدي أسمع شو أخبار ابني مصطفى.
وكيف الوضع بأماسيا؟ وكيف وضع الأهالي؟ مبسوطين من ابني مصطفى؟ أهالي أماسيا شايفين سمو الأمير مصطفى هبة من الله يا مولاي، الكل مبسوطين منه ومن الخدمات اللي عم بيقدمها. كيف يعني الكل مبسوطين يا نصوح؟ ما في أي شكاوى عليه؟ أكيد فيه، لأنه عم بيطبق عدالة جلالتكم ويحاسب المذنبين بدون ما يطلع على مكانة حدا. مشان هيك في بعض التجار عم بيشتكوا من هاي القصة لأنه متضاربة مع مصالحهم. غيره السلطانة ناهي الدوران فرغت حالها لأعمال الخير وأسست وقف خيري، قال رح تساعد كل المحتاجين عن طريق هالوقف يلي هي ساوته. الله يتقبل منها. بس ليش أنا ما عندي علم بهذا الوقف؟ لهلأ ما بلشوا بالفعاليات يا مولاي، أكيد إنن رح يطبقوا الأصول حرفياً بس تتم القصة. هذا هو ابني، بس كمان المدح والتقدير الزائد بضر يا نصوح. بس إن شاء الله حب الأهالي ما يودي ابني مصطفى لطريق الغرور، لأنه ما بدي إياه يكرر نفس الأخطاء يلي ارتكبها من زمان. سمو الأمير أخذ درس من التجارب اللي عاشها يا مولاي. إن شاء الله. بنته للريس خضر مهرونيسة خانم يلي هي مساعدة ابني مصطفى لساتة على رأس وظيفتها؟ لا يا مولاي، ما نبي أماسيا. سمو الأمير ومثل ما أمرته طلب من مهرونيسة خانم ترجع لعند أبوها. عظيم، وهذا هو الصح. الأمير لازم يعرف منيح كيف يبني علاقاته. ابني بيزيد كيفه؟ كل شيء تمام بكوتايا؟ لهلأ ما نسيت كيف هربنا من خوفنا من سمو الأغا يلقطنا بالسوق. بس بتعرفي منيح اللي قدرنا ننفذ منه. جهانجير ليش واقف عندك؟ ما طلعت من جناحك من وقت ما جيت. أهلا وسهلا فيك بقصري. معقول جاي لهون لتضل بغرفتك؟ كنت تعبان شوي ما قدرت أقوم. فيك شي جهانجير؟ كأنه مبين عليك تعبان. ماني منيح كتير، من وقت ما وصلت على كوتاهيا زاد وجعي كتير. وانت ليش ما حكيت؟ رح أبعت ورا الحكيم. ما في لزوم، الظاهر ما كان لازم أترك اسطنبول. تعودت أعيش بالسجن تبعي طول هالسنين، ولهيك لما تركته حسيت حالي تعبت. أكيد تغيير الجو أثر عليك، خلي الحكيم يشوفه. إيه ماشي. ما حدا بيعرف علاجي غير حكيم مولانا، وما بحب إني أشوف حكيم تاني. أخي أنا مو حابب زعلك، بس أنا لازم أرجع على العاصمة بأسرع وقت ممكن. معقول تروح بهالسرعة؟ لسا مبارح وصلت، بعدين أنا لا شفتك ولا شبعت منك. مستحيل، أنا ما بقى. بيزيد لو سمحت لا تأسرني، أنا حابب أرجع اليوم. سمو الأمير بيزيد ما عم بيقعد بالقصر كتير، دائما بتلاقيه عم بيتنقل بين الأهالي، عم بيسمع مشاكلهم ويدور لهم على حلول. إن شاء الله عم بيدير باله لما عم يطلع. أنا بزماناتي نبهته كتير يا جناب السلطان، بس ما بعرف إذا رد علي، وما فيني إلا أنه عم بيدير باله منيح. بس الحمد لله أنه مصطفى باشا ماشي معه مثل ظله، وعم ياخد كل الاحتياطات المطلوبة مشان أمانه. ابني بيزيد مثل النهر الهايج يا نصوح، أول ما بتنزل المطر بيفيض وبيدمر كل شيء حواليه، لهيك لازم يوقف بسرعة ويرجع لمجراه فورا. أكيد مع الأيام رح يهدى ويثبت لكم أنه أمير بيليق بمقام جلالتكم. إن شاء الله. شو جبت أخبار من مانيسا؟ ابني سليم كيفه؟ الأمير سليم انشغل بمشاكل الأهالي بمجرد وصوله لهنيك يا مولاي، حل مشكلة المية اللي صار لفترة طويلة والناس انبسطوا منه. كيف قدر يحلها؟ أمر بفتح قنوات للمي من البركة ووصلها لأطراف الإمارة، ولأنه هالمشروع بيكلف كتير فأعضاء الديوان اعترضوا عليه، بس سمو الأمير أمر أنه يغطي قسم كبير من تكلفة هالمشروع من خزينته الخاصة وينفذوه بسرعة. عظيم. شو الوضع بالحرم لك؟ سمعت أنه مفضلته نوربانو خانم حامل. عندي علم، قالت لي هو يوم.
راح يحس بالمسؤولية أكثر لما يصير أب. عرفت إذا وقف المشروب؟ مع الأسف يا مولاي، سمو الأمير في بعض الشغلات من طباعه السيئة لهلأ ما ترك أبداً مولاي. عم بيقولوا المشروب اللي عم بيفوت على القصر ما له حدود. ماشي، إذا ما في شي تاني روح. مولاي، في موضوع تاني كمان. سمو الأمير سليم وهو ماشي ومتنكر بالسوق صارت معه مشكلة كبيرة. نقتل فيها واحد من التجار، ومرت التاجر اشتكت عند القاضي على سمو الأمير، بس تسكرت القضية بدون ما حدا يعرف. وشو سبب المشكلة؟ سمو الأمير وقت اللي كان متنكر التاجر ما عرفه وصار يحكي عليه. سامحني، حشى السامعين، قال عنه سكير وزير نساء ومن هالحكي يا مولاي. والدعوة كيف تسكرت؟ قالوا مرت التاجر راحت وسحبت شكوتها، والشهود كمان سكتوا، وعلى حسب ما عم بيقولوا الأهالي إنه اشتراهم بالمصاري. غدم فرقاغة، شو سمو الأمير بغرفته؟ أي أكيد خير إن شاء الله. أنا جاي لشوفه. ممنوع تفوتي إمتى ما بدك. شو لهلا ما عرفتي قوانين القصر؟ لازم شوفه ضروري. نوربانو، مو هلا، تعي بوقت تاني. لك شو جنيتي؟ انت شو عم تعملي؟ ها؟ كيف بتفوتي لهون من دون اذن؟ نوربانو، شو يلي صار؟ لسا امبارح كنت عم تحكي لي عن حبك. هذا الحب اللي حكيت لي عنه؟ روحي على غرفتك وانا بعد شوي بجي لعندك. وكمان بدك تيجي لعندي من حضنة؟ لا لا، تيجي بنوم. سليمان، سمعتي شو عامل سليم؟ خير إن شاء الله. تسبب بقتل واحد من التجار وهو متنكر بالسوق؟ لا، وأكثر من هيك، لفلف الحادثة وسكر عليها. اللي عم بتقوله أكيد. اشتكوا عليه للقاضي، بس ما بعرف شو صار حتى انسحبت الشكوى وسكتوا الشهود. أنا ما بعرف شلون صارت الحادثة، بس سليم مستحيل يأذي حدا من دون أي سبب. تاجر قال عنه واحد سكير، وقال إنه زير نساء. هذا ما بيخجل؟ أمير ينحكى عنه هيك؟ شلون بيتجرأوا وبيحكوا عنه بهالطريقة؟ هيام، صح عنده أخطاء، بس هو ما بيستاهل هالاتهامات البشعة منهم. صار له فترة طويلة مبعد عن المشروب. أنا بذات نفسي أشرفت على نظام الحرم لك تبعه، وعن قريب رح يجي ولد. اللي عمله مستحيل أقبله لو شو ما كان السبب. إذا ولادي تهربوا من تحقيق العدالة بين الناس، أنا كيف رح أستنى من شعبي راعي قوانيني وعدالتي؟ كيف بدي أتطلع بوش رب العالمين يوم الحشر؟ كيف رح طبق النظام بالعالم؟ الأمراء طبيعي إنهم يغلطوا يا سليمان، وكلياتهم بحاجة لعقلك، إيه؟ وبحاجة لتكون قريب منهم. مسؤولية سليم ما نسهل بنوب. هو ما عنده تجربة،
حتى مصطفى وبالرغم من كل تجربته الطويلة لساته عم يغلط لليوم. كل خطأ له تمنه يا هيام، وحتى لو ابني بيغلط المفروض انه يتعاقب على عمله. ما حدا بيشوه عدالتي بعيون الناس. نوربانو خانو، وين بتحبي نحط هدول؟ لا اطلعوا لبرا، ما بدي اشوف حدا منكم هون، اتركوني لحالي. شوفي نوربانو، انت ليش معصبه؟ هديك الخانم انت اللي بعتيها ما هيك؟ اي خانم؟ اصحك تفكري تلعبي معي، بتعرفي منيح مين عم بقصد. وشو صار اذا بعتها يعني؟ اولا واخيرا هي وظيفتي. سمو الامير مستحيل يكون الك لحالك. اوعك تعيديها، اذا بعتي خانم ثانيه بحلف لك اني رح اقلعك من كل هالقصر، ورح تعيشي طول عمرك بالشوارع. لا تحكي حكي اكبر منك يا نوربانو. ليش مين انت؟ لا تكوني مفكرة حالك سلطانة. قال شو رح تقلعني من القصر وكأنه أنا عم أبعت البنات بكافي؟ عادات الحرم لك يلي صار لها 1000 سنة أنا بدي غيرها؟ شو ما عملنا القوانين رح تتطبق. أنا بحبه كتير، عم يحترق قلبي مني والله بجل لما بشوف وحدة تانية بحضنه. أنتي الوحيدة يلي سرقتي قلبه لسمو الأمير بالوقت يلي ما عم يطلع بوش حدا عم يجي لحضنك وفضلك عنهم كلهم. بعدين انت حامل منه ورح يصير عندك ولد، شو بدك يساوي لك أكتر من هيك؟ ما بدي يكون في غيري بحياته وما رح يصير فيه، وبكرة بتشوفي. هالحكي ما بيجوز نوربانو. أولاً وأخيراً هذا اللي عم تحكي عنه أمير وما بيصير تزعلي، وإذا أويانة بالولد اللي ببطنك مجرد ما يولد رح ياخدوه من حضنك ويعطوه لمربية تاني وبيرموكي برات القصر. مو بهالبساطة جيهان خانم، أنا اسمي نوربانو وبعمل اللي بدي إياه، هلأ ولا بعدين، فهمتي؟ خد هالمكتوب ووصله لنوربانو. أنا تحت أمرك يا سلطانة. سلطانة سامحيني بس مبين عليكي مزعوجة كتير، شو اللي زعجك يا ترى؟ سليم صارت معه مشكلة بمنيسة. نوربانو قالت إنه الموضوع خلاص تسكر، بس الموضوع وصل لمولانا. أنا كتبت لنوربانو تخبرنا بكل شيء، بعت لها على السريع. فهمت يا سلطانة، فهمت. سنبول أمريني يا سلطانة. من اليوم ورايح بديك الأخبار سليم وبيزيد تصلني إلي قبل الكل، وأي مكتوب بيجي منهم لازم يوصلني إلي بالأول. سلطانة هالشي مستحيل، مستحيل نقدر نتجاوز رجال مولانا السلطان. قول للقمان هو بيتكفل بكل شيء. تحت أمرك يا سلطان. أنا رحت اليوم وشفت مولانا وصلت له معلومات بخصوص أوضاع الأمراء. وكيف حكيت عن سمو الأمير مصطفى؟ قلت له أنه كل شيء منيح وماشي تمام، بس مولانا سألني عن بنت حضرتك، قال لي إذا لساتها بأماسيا ولا لا. وأنت شو جاوبت؟ ما كنت حابب كذب على مولانا بشي، بس كنت مضطر خبي الحقيقة كرمال سمعت سمو الأمير مصطفى. الأمور اللي صارت أنا كمان مو رضيان عنها، بس قد ما حاول الإنسان وعمل جهده ما بيقدر يوقف بوش القدر. صحيح يا باشا، معك حق. في شغلة تانية، سمو الأمير بيزيد كمان ما له قاعد عاقل أبدا، بس أنا ما حكيت عليه، ما سخيت فيه. الله يجعل خاتمتنا على خير. آمين. ايه يا كبير الحكمة، انت عم تزوره لخضر باشا بشكل دائم ما هيك؟ أنا بذات نفسي عم أشرف على صحته يا جناب الباشا. اللي كيف وضعه؟ مولانا الآن كتير عليه، مزبوط أنه تعافى مثل ما عم بيقول؟ بآخر فترة تحسنت صحته يا باشا، بس لازم يريح حاله كتير. بالإضافة لهيك إذا انتبه على أكله وشربه ما رح يضل في شيء أبدا يا باشا. دير بالك لأنه صحة الباشا مهمة كتير بالنسبة لمستقبل الدولة العليّة.
ما صار لنا زمان جايين. ما بدي بعيد عنك، ما بدي روح من هون أبدا. رح أحكي مع جيهانجير، بلكي بيغير رأيه وبيضل. أنا كمان بشاركك هالشعور، بس لو جيهانجير ما كان عم يتوجع ما كان طلب يروح، وبيجوز إذا حكيتي معه رح يأجل روحته كرمال ما يزعلك. معك حق، بس كان متحمس كتير قبل ما نجي وصحته كانت منيحة، ما فهمت شو صار له فجأة. هي أول مرة بيترك القصر، بلكي ما عاد يقدر يتحمل البعد عن أمي وجلالة السلطان. جيهانجير معزته خاصة عندي غير كل إخواتي، وأكثر واحد بحبه لأنه اتنيناتنا كنا شركة بنفس القدر. وليش هيك عم تقول؟ أنا وصغير كنت مثل الظل لإخواتي، وكنت دائماً عم أعمل المستحيل من شان مولانا ينتبه لي، ومع هيك ما كنت أتوفق بشي. بس جيهانجير كان على طول يخبي حاله وما يطلع بسبب الحدبة اللي بظهره. اللي بدي إياكي تفهميه يا هوري جيهان، إنه بسبب هذا الإحساس اللي جواتنا نحن تخبينا وعشنا بظل إخواتنا الكبار. واضح إنه طفولتنا نحن الاثنين قضيناها مكسورين القلب، بلكي منشان هيك تعلقنا ببعض لهالدرجة. أنا خايفة تكون هي آخر مرة بشوفك فيها. رح لاقي طريقة مشان شوفك مرة تانية، أنا بوعدك بهالشي. ادخل. سمو الأمير، العربات صارت جاهزة والحراس كمان. سمو الأمير جيهانجير والسلطانة هوري جيهان فيهم يطلعوا إمتى ما بدون. عظيم. هوري جيهان رح أتركك تحضري حالك، حروح شوف جيهانجير. سلطانة، أنت مفكرة حالك عم تمشي بطريق مفروش بالورد، بس بالحقيقة طريقك مظلم، طريق مليان بالشوك والحفر والمطبات كمان. أنت شو بتقصد بهالحكي؟ اللي شلون تجرأ تحاكيني هيك؟ سلطانة أنا عم قلك إنه لازم تتراجعي مشان سلامتك، وكمان مشان سلامة سمو الأمير، هاد الحل الأنسب. ادخل. جيهانجير كيف حاسس هلأ؟ لساتك موجوع أخي؟ لا قصرت منيح. العربات جاهزة، وللاحتياط رح أبعت معكم واحد من حكم القصر. بعرف إنه رجعتي على القصر بهالسرعة زعجتك، أنا حاسس فيك كتير أخي. بس هوري جيهان فيها تبقى هون، ما أنا مضطرة ترجع معي. يا ريت لو تبقى، ممكن يكون هالشي مناسب؟ يعني لأنه ما شافت كوتاهيا وما صار لي فرصة أني فرجي عليها. اتركونا لحالنا. أنا ملاحظ كل شيء يا بيازيد، وبعرف بالشي اللي بينك وبين هوري جيهان. هوري جيهان هي اللي قالت لك؟ لا أبداً، ما في داعي لحتى حدا يقول لي بنوب، بكفي الواحد يشوفكن مع بعضكن. أنت لما بتطلع بالناس دغري بتشوف كل شي مخبى جواتهم، وهلأ صاير عم تشوف كل شي مخبى بعيونهم كمان. لا مو لهالدرجة. ما لازم حدا يعرف بهالشي جيهانجير، وخاصة أمنا ومولانا السلطان. هالشي أكيد، أنت خليك واثق فيني. معلوم.
حكيت مع كبير الحكمة يا مولاي، وهو عم يهتم بصحة خضر باشا بذات نفسه. قال صحة الباشا عم تصير يوم ورا يوم أحسن بكتير. الرئيس خضر تجاوز عواصف كتيرة من قبل، ورح يتجاوز الأزمة بإذن الله. معكن حق يا مولاي، الله يقويه حتى يضل بخدمة دولتنا العلية. إن شاء الله. وكلت نصوح أفندي بالزيارة على نضول ليشوف شو الأوضاع هنيك، ولما رجع ما أجا إيده فاضي، جاب معه جرار عسل كتيرة. خصصت هالجرة للرئيس خضر، خليه يأكل منه بلكي بتزيد قوته وبتتحسن صحته. أنا رح أهتم بالموضوع بنفسي. مولاي سامحوني على تطفلي، بس ليش نصوح أفندي راعى الأناضول؟ أنا طلبت منه يروح يشوف شو أوضاع الولايات. بتمنى ما يكون رجع وجايب معه أخبار تزعجكم. أنت قلت له لجيهان جير؟ لا، طلع من زمان بيعرف. كوني مطمني، أنا متأكد أنه ما رح يفشي سرنا. والله كتير خجلانة، كيف رح أطلع بوشه هلأ؟ قصدي أنه في عندك حدا تحكي له همك، بينما شو في حالتي أنا؟ يا ريت تضلي كمان شوي مثل ما قال جيهان جير. شوف أنا حابة كتير، بس ما لازم نلفت نظر، وإلا رح ننضر من ورا هالموضوع. معك حق، ما رح يمر علي أبداً يوم واحد من دون ما أفكر فيك. وأنا كمان. أهلين يا بطل. دير بالك على صحتك يا سمو الأمير، إن شاء الله بصير النصيب ومنشوف بعض. آمين، الله يحميكم. ما كنت حابب نروح بهي الطريقة. أنا بعتذر منك إذا كنت ضايقتك. اعتذار شو يا حبيب قلبي؟ صحتك وعافيتك أهم من كل شي عندي. سلم على مريم والسلطانة وبلغن تحياتي، ولا تنسى جلالة السلطان. بيوصل. بس شو من شان يلي قلته عن أخوك سليم؟ إذا أبي بيسمع. ما بدي حدا يدرى، مولانا السلطان ما لازم يعرف أي شي. أساساً هذا هو الصح، لأنك أنت كمان غلطان. أكيد رح يحملوك الذنب لأنك رحت على منيسة. جيهان جير، أنت أحلى أخ بالدنيا. يا ريت لو الكل يفكروا فيني مثلك. لا تظلمون يا بيزيد، السلطانة ومريم دائما بيوقفوا معك، وأنا مثلهم. بس يا ريت لو أنت بتفكر بحالك شوي. ادخل. طلبت تشوفوني جناب الباشا. قرب يا سوكولو. على حسب ما بتذكر، انت شاركت بالحملات العسكرية تحت قيادة خضر باشا، ما هيك؟ مزبوط يا باشا، أنا كان إلي نصيب حارب بأسطول الباشا بانتصارات نيس وبروزة. رائع، معناتها ثقة الباشا فيك كبيرة. مطلوب مني شي جناب الباشا؟ تفضلي سلطانة، حضرت لك هاي الغرفة إلك. الحقيقة هي حلوة كتير.
السجاد والبرادي مزوقين كتير. السجاد من بلاد فارس، وقماش البرادي كله حرير، واجوا خصوصي من الصين. وبالنسبة لباقي الأغراض أنا نقيت لك ياهن عزوك. حلوين كتير. انت ارتاحي هلأ، وبشوفك المساء على العشاء. باعتبارها خصصت لي هيك أوضة، فالله أعلم كيف جناحها الخاص. السلطانة مريم كتير مزوقة، لو تشوفي الجناح اللي حضرته بجنن. لما صارت بجناح لحالها اهتمت فيه كتير. كيف يعني لحالها؟ ليش هي والباشا ما عم بيناموا سوا؟ من بعد ما رجع رستم باشا كل واحد فيهم عم ينام بجناح. الظاهر إنه شخير رستم باشا عم بدايقها للسلطانة. سمعتي شو قالت؟ قال شو شخير رستم عم بيضايق مريم كتير. المرة المبسوطة مع زوجها وخاصة بعمرها، مو إذا بشخر إذا بيعمل معارك ما بيهمها. عفوا حضرة الباشا، رئيس الحرس محمد باشا أجل لعنا وحابب يشوف حضرتك. خليه يجي. احترامي خضر باشا. سوكولو محمد آغا، شو كأنه نسيت طريقي؟ مثل ما بتعرف شغل القصر ما بيخلص، وما صار لي نصيب إجي لعندكم. الله يطول بعمرك يا جناب الباشا. آمين آمين. شو يلي حامله؟ مولانا أمرنا نجيب لك من نفس العسل يلي عم يأكله يا باشا. أهل بيساعد على الشفاء، ورح تستفاد إذا أكلت معلقة منه كل يوم. شكراً كتير لمولانا، هذا من كرمه. وصل له تحياتي واحترامي. عن جد إنه هالأكل كتير طيب. صحتين وهنا يا سلطانة. وكمان قصركن كتير حلو. إن شاء الله دايماً بتضلوا مبسوطين مع بعض. آمين. شرف كبير إلنا نستضيفك بقصرنا يا سلطانة، شرفتينا بجيتك لعنا. هالقصر هذا منور بوجود مريم يلي عم بتضيف حلاها للقصر. أنت محظوظ كتير يا رستم. سلطانة مثلها ما بتكون من نصيب أي حدا، لازم تقدر قيمتها منيح. السلطانة هي أغلى شي بملكه بحياتي كلها. هي عندي قمر ليلي وشمس نهاري كمان، وهي حياتي وعمري كله، الوردة الوحيدة بحديقتي، المي اللي عم بشربها، النفس اللي عم باخده. شو حلو، حلو كتير. الواضح انه سفرتك على هرسك فادتك. بظن انه الفراق احيانا بيجيب فايدة. على سيرة هرسك، خبرني، مأمون أغلو بالي بيك ما شفته خلال فترة وجودك بهرسك؟ لا ما شفته. عم بيقولوا تزوج، وأكيد صار عنده أولاد من زمان. الزلمة كتير وسيم، شهم وقبضاي، هيك شخص بيكون حلم للبنات. شو رأيك نجيب الحلويات؟ عملت لك النوع اللي بتحبيه. لا مو جاي على بالي. شو كنت عم قول؟ بالي بيك. الحكي مو على لساني أنا، ها، بس عم بيقولوا الناس إنه ترك وراء قصة حب بتبكي الحجر. باعتباره تزوج أول ما راح من العاصمة، معناته القصة حقيقية. الله يكون بعون هالبنت المسكينة. الله أعلم مين هي هالبنت. غيرت رأيي، خلينا ناكل حلويات، أنا بحب الحلو كتير.
يسعد مساك يا باشا. هذا من العسل اللي بعته مولانا؟ ايه يا باشا، هذا عسل كستناء صافي، ممكن انه يعمل حرقة شوي، بس هو من اجود انواع العسل. عفوا حضرة الباشا، من بعد اذنك. انت شو عم تساوي؟ هذا العسل اجانا من مولانا. بس يا باشا، بركي مولانا السلطان ما عنده علم. دخيلك يا الله، شو هالايام اللي وصلنا لها؟ معقول عم تشكوا بمولانا؟ عم تراقبيهن ما هيك؟ ديري بالك يناموا بغرفة لحالهم جنان. مو بنفس الغرفة، وأنا عينت أغا عبوابهم ليراقبهم. مو جاي لهون، هو قاطع كل هالمسافة لحتى يحكوا، أكيد هنن عم يلتقوا بالسر لحالهم. اللهم ألهمني الصبر يا ربي، لو دري حدا بوجوده هون رح تصير فضيحة. ادخل. سلطانة، آسفة لأني عم بزعجك بهالوقت. ما في أي إزعاج، تعالي لهون اقعدي. في شي مهم؟ من أول ما إجيت انتبهت قديش توترتي مني، وهالشي مزعلني كتير. صدقيني ما بدي ساوي أي شي بيزعلك أبداً. أنا ماني زعلانة منك بنو، بنت خضر باشا تعتبر بنتي كمان. بس أنت شفتي بعيونك يلي عملوه، أعدائنا ما ممكن يرحموا أبداً. سلطانة، أنا مرتبطة مع سمو الأمير بكل وفاء، صدقيني ما بريده ينضر من أي شي بسببي. اسمحي لي وضح لك كل شي صار معنا. شو يلي بدك توضحي يا ميرونيسا؟ تركينا لحالنا. مولانا السلطان عم بيزور بنته تقريبا بشكل يومي. ما شاء الله هالبنت شو حلوة. ايه والله، انا صار عندي اخت حلوة. ما حدا بياخد محلك بقلب مولانا السلطان ابدا، لهيك لا تزعلي بنوب. مو زعلانة، بالعكس، لانه اخواتي الامراء كل واحد راح ولايته، على القليلة وقت تكبر بتسليني شوي. اذا بتسمحي لي يا سلطانة، انا في عندي شوية وراء لازم دقق فيهن منيح. شو صار؟ انا حكيت شي زعجه؟ اكيد في شي متعلق باشغال الدولة. لسه عم تتحججي بالدولة يا مريم؟ انتو حتى ما عاد نمتوا بغرفة واحدة، كرمال الله، هي بتسميها حياة؟ من وين جبتي هذا الحكي؟ انا مزعوجة كتير على وضعك. انتي وردة وعم تدبلي شوي شوي. لك معقول تعملي بحالك هيك؟ والله هالشي ما بيصير، عن جد حرام. سلطانة، هالموضوع بظن ما بيخصك. انا وضعي ممتاز مع زوجي. معناها ليش رحتي على غير غرفة؟ الشباب عبارة عن نار يا مريم، لازم نستغلها قبل ما تنطفى، ولازم نحترق فيها. شو هالحكي اللي عم تقولي؟ رح تكتبوا كتابكن وبالسر كمان؟ بقدر احترامي وإخلاصي لسموه الأمير، بس حبي لإله أكبر بكتير. أنا بعرف إنك بتحبي لمصطفى، بس مو معقول هيك يا مهرونيسة. شو الخير يلي رح تلاقوه من شي معمول بالسر؟ بعدين كيف رح تنبسطوا بهيك علاقة؟ شو إلى معنى إذا ما قدرتوا تعيشوا مثل ما بتتمنوا؟ أنا ما رح كون زوجته لسموه الأمير، بس رح كون عيونه يا سلطانة. ما فهمت شو قصدك؟ في شغلات ما بتعرفيها، والصراحة ممنوع أحكيها، بس صار لازم تعرفيها يا سلطانة. سامحني سمو الأمير، بس واجبي وظيفتي بيجبروني نبهك. لا تعب حالك يا فهد، ميرونيسا هلأ رح تبقى هون وما بقى في رجعة. أنا حكيت مع سموه وشرحت له كل مخاوفنا، بس بالرغم من هالشي ما فينا أنا وأنت نوقف بوش رغبة سمو الأمير. أنتو شو اللي مخوفكن لهي الدرجة؟ سمو الأمير علي آغا انعدم، ومولانا السلطان طلب منك تعطي الأمر بنفسك، ومثل ما جنابك بتعرف
كان عقاب قاسي وتقيل إلك وللأسطول وللإنكشاريين. من هلأ أي خطوة رح تخطيها وبالأخص زواجك من بنت خضر باشا رح يجر وراء مشاكل كتيرة، وصدقني إنه بهالوضع أنت ما رح تواجه أعدائك، مواجهتك رح تكون مع مولانا السلطان، وما بعتقد إنك حابب يصير هالشي. من سنين طويلة في ناس عم بيحاولوا يخلوا مولانا السلطان يعاديني وما طلع بإيدهم شي، لأني بعرف السلطان منيح والسلطان بيعرفني، واتنيناتنا في شي واحد بيوجهنا هو الضمير. سمو الأمير بكل مكان بيتواجد فيه الضمير بيتواجد عذاب الضمير كمان. بشو بتنصحوني؟ أني رجع لها مهرونيسا مثلا؟ اسمعني منيح يا فهد، أنت صحيح عم تحميني، بس أنا ماني جبان وعاجز أني اتخذ القرارات اللي بتخصني وبتخص حياتي. سمو الأمير، أنا بعرف منيح شو عم بعمل، بعرف منيح، وهلأ بدي أعرف أنتو بطرف مين واقفين. إذا بدكن تمشوا بجنبي لازم ما تناقشوني بقراراتي أبدا، شو ما كان الطريق يلي بدي أمشي فيه بدكن تكونوا جنبي. تشالي جالي. سمو الأمير رح أضل معك لآخر نفس. منصور. منصور فداك يا سمو الأمير. الولاء والطاعة لسمو أميرنا المبشر. تفضل. اطلعي لبرا. منيح انك اجيت لهون، انا كنت رح ابعت وراك. خليك الليلة نام عندي. انت يلي حكيتي للسلطانة فاطمة عن مأمون أغلو بالي بيك؟ وأنا ليش لحتى أحكي لها؟ طيب هي شلون عرفت قصتك معه؟ واضح إنك حكيتي لها شي. روح اسألها للسلطانة فاطمة عن القصة، لأنه أنا ما حكيت لها وما بعرف من وين عرفته. مضى على هالقصة سنين، لو شو ما بعمل ما رح أدخل قلبك أبداً، ما هيك؟ مولانا السلطان أمر إنه القضية المتعلقة بحادثة السوق يرجعوا يفتحوها من جديد، وبالإضافة تم عزل مساعدك من وظيفته لأنه ما بلغ عن الحادثة. القصص اللي مو منيحة عم تجي ورا بعضها، نحن أكيد رح نتجاوزها، بس الأفضل نبقى هادين. كيف بدي ضل هادي يا غضنفر؟ هاي المسألة رح تخلي قيمتي بالأرض، شو مانك منتبه؟ مزبوط حيصير في حكي بالقصة بس حنسكتهم كلها أساساً. كل هاد صار لأنه نحن سكتناهن. واضح انه الشي اللي صار ورا بيزيد اكيد بيكون كبره وقت حكاها لمولانا. انا غلطت يا غضنفر، غلطت لما اعطيت ثقتي لبيزيد. ما بدي هدول الفساتين، ما نون حلوين. شو رايك بهاي السلطانه؟ وهذا كمان ما نون حلو. سلطانة مريم حبيبتي، شو رأيك ارجع على القصر؟ صار لي كذا يوم بضيافتكم، بكفي. بعدين أنا خايفة إذا قعدت كتير تكرهوني، وغير هيك حاسة إنه رستم باشا مزوج من قعدتي. شو هالحكي هاد؟ أنت فيك تضلي قد ما بدك. قديش فساتينك حلوين عن جد، عجبوكي؟
وقتها أنا كمان حبيتهم كلهم، بس هلأ ضاق خلقي منهم. كنت رح أطلب الخياط والصايغ مشان أعمل شي جديد. إيه هالفكرة حلوة كتير. حلوين عن جد، احترت شو بدي اختار منهم. بيقولوا اذا في شي تاني غير العشق والحب منيح للوحده فينا فهو الثياب الجديده والمجوهرات. جيهان، الأمير بغرفته ما هيك؟ جاي لعندك من شان هيك. ما فهمت. سمو الأمير واصلة معه للشيطان الرجيم، يعني معصب معكر ومانو بحالة خرج يشوف فيها حدا. ليش؟ شو اللي صاير؟ سمعت بأنها متعلقة بحادثة السوق نفسها. ليش؟ مو على أساس هديك الحادثة سكرت؟ والله ما بعرف التفاصيل أبدا، بس سمو الأمير بغرفته مسكر على حاله. شوفي خليكي بعيدة، وإلا رح يفش خلقه فيكي. دستور سمو الأمير جيهانجير. جيهانجير، ما توقعت رجعتك بهي السرعة. كتير كان بالي مشغول، بس منيح اللي ما تأخرت. كيفه بيزيد؟ صحته منيحة؟ منيحة الحمد لله، بس هو مشغول بمشاكل إمارته. احكي شو اللي مزعلك؟ حاسستك مو مبسوط وفي شي مضايقك؟ انت تخانقت مع اخوك؟ في شي ضايقك وانزعجت منه؟ بسفرتي على كوتاهيا زاد وجعي كثير يا امي، لهيك رجعت لهون. انا حاسة في شغلات تانية. ليش شو ممكن يكون يا امي؟ بيقولوا إذا حررتي الطيور اللي قضوا عمرهم بالقفص ما بيعيشوا، وبيشتاقوا للقفص يلي عاشوا فيه، وأنا اشتقت لقفصي واشتقت لك إليك، لهيك رجعت بكير. لا تخافي، ما في شي تاني أبدا. هوري جيهان؟ سلطانة حبيبتي، ليش هيك مزعوجة؟ ليكون بيزيد ما تجاوب مع مشاعرك. لا بالعكس، طلع كلامك مزبوط سلطانة، مشاعرنا متبادلة. معناها ليش هيك وشك شاحب؟ جيهان غير حب نرجع بكير على القصر. الله أعلم إمتى رح شوفه مرة تانية، بلكي هلأ راحت لبعد شهور وسنين. ما رح يقدر يستنى سنين، العشق لما بيحرك قلب الواحد بيخليه يطير مثل العصافير. عن قريب رح تلتقوا مرة تانية.
ادخل. سمو الأمير، الوزراء بالديوان ناطرين سموك. عظيم. المكتوب يلي شايفه بإيدك هو للشخص يلي عم فكر فيه؟ مصطفى، لا تتدخل بأمور مالك فيها. اللي ساويته معي علمني درس، ما بقى سلمك مكاتيب أبدا. أنا كل شي عم ساويه هو كرمال سلامتك يا سمو الأمير، حتى ولو ما عجبك توجيهي للطريق الصحيح، هاي بتضل وظيفتي. الطريق الصحيح برأيك إنه استنى حدا من إخواتي ليستلم العرش يا مصطفى؟ بس ما حدا بيعرف شو مخبي لنا الزمن يا سمو الأمير. مولاي عنده أميرين أكبر مني، إذا مو الأول الثاني رح يستلم العرش، وأول شغلة حيعملها إنه يطالع فرمان بقتلي. بوجود هاي الحقيقة قدامي ما فيني استسلم للموت ببساطة، لازم استغل كل لحظة لأثبت وجودي. ما هيك؟ جدك السلطان سليم خان وقت ما كان لساته أمير ما كان في وجود لأي احتمال إنه يعتلي العرش أبدا. كان في إله أخوي أكبر منه، بس المرحوم السلطان سليم هو يلي استلم العرش. ما شاء الله عليك يا خضر باشا، صرت أحسن من آخر مرة شفتك فيها. الأفضل إنك تترك ملاحقتك لصحتي يا باشا، مثل مو شايف عم قوم بواجبي، وفوق هاد في أشخاص كتير ظالمين عم يستنوا إني أترك منصبي بهالدولة العظيمة، بس هالشي بعيد عنهم. كل داء وقلو دواء يا باشا، بس الغرور والتكبر ما قلهم دواء، ولازم الواحد ينتبه. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. نشكر الله على رجوعك بيناتنا يا رئيس خضر. هالشي بفضلك مولاي، الأدوية اللي حكمائك جهزوها فادتني، وغير هيك شكراً على العسل اللي بعدت لي إياه. قل لي كيف الأوضاع؟ المي هادية بالبحر المتوسط، بس صعب نتوقع شو ممكن يصير بكرة. ما حدا بيعرف إذا شاركان وفيرديناند رح يقعدوا عاقلين. مع هيك يا مولانا خلي قلبك مطمن، أسطولنا دائماً جاهز لأي غارة مفاجئة منهم. طول ما أنت على رأس قيادة الأسطول قلبي رح يضل مرتاح يا رئيس خضر. مولاي، عم بسمعك يا باشا. بسم الله. رئيس خضر فيك شي؟ رئيس خضر، يا رئيس خضر، يا غوات نادوا الحكيم فورا. رئيس خضر رد علي. لقمان آغا. سنبول آغا، خير؟ شو هي اللي بإيدك؟ رسالة لارستون باشا، حسب ما فهمت مانا شغلة مهمة. ايه بقى هاتها من إيدك لشوف. خلينا نشوف شو هالرسالة. جاي أخبار من منيسة وعم بتكذب بدون ما تخجل على حالك؟ هلأ أنا ما قلت لك كل شي بيجي من الأمراء بده يمر لعند السلطان عويان بالأول؟ إن شاء الله الذهبات اللي عم تاخدهم تحطهم على جنازتك إن شاء الله. سنبول آغا، هذا يلي عم تقوله ما عم بيفوت براسي. مولانا إذا عرف رح تطير روسنا. وشو رح يساوي براسك إذا ما في مخ؟ استناني لازم أخذها للسلطان عويان فورا. بس رجعها على السريع، لأنه مولانا إذا عرف بهالشغلة والله بيقطع لي راسي. لك أنت لا تاكل هم، رح رجعها فورا. استنى. يلا. يا ربي الحمد لله. شو وضعه هلا؟ يبدو هي من آثار مرضه يا مولانا السلطان. المرض متعب الباشا كتير، ضروري ناخده على قصره ولازم يرتاح منيح بهالفترة هي. تعملوا كل شي بتقدروا عليه لحتى يقوم بالسلامة. أمرك مولانا السلطان. خليك. الحمد لله على سلامتك مولاي. أنا
خوفتنا عليك يا رجل. عزرائيل مر لعندي مرة تانية مولاي، واضح انه ما فهم الدرس. لو كان فهم علي كان عرف انه عندي طريق بدي امشي، وما كان حاول معي. هلا بتروح على قصرك وبترتاح هنيك، وبتطبق حرفيا كل شي بيقلك يا الحكيم. بأمرك مولاي السلطان. الله يشفيك ويعافيك يا رب. خليك مرتاح. مولاي ماني فهمانة شو يلي عم بيصير. هاد أكيد فقد عقله. قصدك سمو الأمير سليم يا سلطانة؟ الاثنين سليم وبيزيد. بعد الحادثة اللي صارت مع سليم راح بيزيد بالسر على إمارة منيسة، وسليم كاتب هون كل شي صار معهم بالتفصيل. شو عملتي يا مولاتي؟ هاي لازم تروح لمولانا السلطان. انتي شو قاعدة عم تحسبي؟ عم بحسب امتى رح يجي الولد على المزبوط. دخيلك شو الفرق اذا ولد بالصيف ولا بالشتاء؟ لا مهم، الوقت مهم كتير. النجوم بتحدد القدر. نور بانو خانم، انتي شو عم تساوي هون؟ يلا روحي على جناح الجواري. داليا خانم بعتتني. تعالي قربي. قالت لي قولي لنور بانو خانم خليها ما تستنى سمو الامير على الفاضي. يا خانم روحي بلا ما توقعي بمشكلة. تركيا تكمل كلامها. راحت على غرفة سمو الأمير وقالت إنها رح تبقى الليلة هنيك. نوربانو لوين رايحة؟ استني وقفي، هدي أعصابك يا نوربانو. ما في جواري عند سمو الأمير بنوب، يعني وحتى لو في شو فيك تعملي؟ أنا شو قلت لك؟ ما قلت لك لا تبعتي حدا لعنده؟ والله ما عندي علم يا نوربانو، وقفي بقى. سمو الأمير مانو هون وما فيك تفوتي. داليا جوا شي؟ عم إلا ما أنا هون ومو مصدقة. داليا شو يا خانم؟ سمو الأمير يلي فيه مكفي، هو مو هون. روحي. المرة الماضية كمان قلت هيك، بس طلع في عنده وحدة وشفت هذا الشي بعيوني. أقصري الشر يا نور بانو وارجعي على أوضتك. داليا شوفي وشك ما عم يتفسر ابدا. كيف صدقتي هالكذبه هي؟ اوعيك تلعبي معي وإلا رح خليكي تندمي كل عمرك. الأمير ما رح يستغني عني أبداً، إذا مو اليوم أكيد بكرة رح يطلبني لعنده، ورح استنى هاليوم على نار. في شغلة بتقولوها عندكم، بتقولوها عن المرأة اللي بتحلم كتير. الجاجة الجوعانة بتفكر حالها بحق الدرة. شو صار معك؟ حكيت مع الخانوم؟ ما في فايدة، كتب الكتاب أكيد رح يتم ومستحيل نقدر نغير شي. ليش لهلأ ما أجيت؟ حبيت بالأول تأخذ رضا السلطان أنا هالدوران.
عملت شي جرحك من دون ما أعرف؟ من لما رجعنا ما بقى التقينا وما عاد زرتني بنوب. أنت جرحتيني بكتاهية، طعنتيني بقلبي، لهيك ماني حابب حتى أشوف وشك. بلا مسخرتك هلأ. ليش شو ممكن تكوني مساوية لتجرحيني؟ ما بعرف، بس من وقتها ما عاد حكيت. ليكون بسبب الشيء اللي بيني وبين بيزي. مثل ما بتعرفي أنا بتوجع، وبتجيني أوقات ما بقدر أطلع من غرفتي بنوب. لكن أنا رح أجي لعندك. الصراحة أنا كنت جاي لعندك لحتى أشوف كتاب فزولي مجنون ليلى، في جزء حابة عيد قرايته مرة تانية. أنا جزء؟ لما زيد بيشوف عشاء بالجنة بمنامه وبيسأل مين هدول. أكتر جزء بحبه فيه واللي كل مرة بقراه بحس حالي بقراه لأول مرة، واللي بيقول: هل الذي رأيته خيال؟ لأنه غير ممكن أن تتنبأ بأن حبيبتك سوف تأتي إليك. يا أيها الروح والقلب، الحبيبة هي ضيفتنا، أخرجوا كل ما لدينا وضعوه أمام الضيف. آهن يا فزولي، غاية حبيبتك هي أخذ روحنا. تعال لنعتبر الضحية في سبيل روحها، فهذا واجب علينا. قديش حزينة وحلوة بنفس الوقت. خدي خلي عندك. ادخل. سمو الأمير، سلطانة وصلتك هالرسالة من شوي. شوفي ليكون خبر مو منيح. لا ولا شيء، أنا لازم أرجع على جناحي. كان لازم توصل لهون من زمان، واضح إنه صاير شيء. بجوز السلطانة ناهي الدوران تكون عارضت هذا الزواج. أنا ما رح أستنى أكثر من هيك. مستحيل اتركك يا مصطفى، باسعد يوم بحياتك وما اوقف معك. شرفتينا سلطانة، وجودك جنبي بيمنحني قوة كبيرة. شو هي هاي الشغلات يلي ما بعرفها؟ في بكوات وبشوات بالعصمة وبالاناضول، وهدول البكوات والبشوات بيساندوا سمو الامير ومستعدين يفدوا بارواحهم، وفي بيناتهم علماء كبار. وشو الجديد بهالموضوع؟ لأنه هذا الشيء الكل بيعرفه. لا يا سلطانة، هدول الرجال إلهم وضعهم بالدولة، توحدوا مع بعض لحتى يحموا سمو الأمير من السلطانة هيام ورستم باشا، وحتى من مولانا السلطان، وما حدا منهم كاشف عن حاله، وفي كتير منهم عم يمثلوا إنهم واقفين بصف رستم باشا، وهنن يلي بعتوا الفهد ومنصور. كنت مفكرة إنه أبوك هو يلي بعته. هنن حكوا هيك حتى سمو الأمير يعتمد عليه. مين بعتهن وشو يلي عم تخبوا يا مهرونيسة؟ طالما هنن واقفين مع سمو الأمير، ليش ما عم يحكوا للكل؟ سلطان، سمو الأمير مستحيل يقبل بهالشي. بالمحصلة الدولة اللي عم نحكي عنها هي الدولة العثمانية العلية، وسمو الأمير ما رح يسمح بهيك شغلات، وخاصة بوجود السلطان. وهذا الشيء شو له علاقة بكتب كتابكم؟ مالي بنت عادية يا سلطانة،
أنا بنت خضر خير الدين باشا، حاكم البحار وحاكم الجزائر. عندي قوة سياسية وعسكرية أقوى بكتير من ما بتتوقعي. بابا العساكر وفي العشرات من قادة البحرية وآلاف الناس اللي بيحبونا. أوقات كتير بنسمع بحالات زواج لغايات وأهداف سياسية، بس أنا وسمو الأمير منحب بعضنا. ابني وأميري، الله يفتح بوشك وييسر لك دربك. آمين. إن شاء الله ما بتشوفي الحزن بحياتك. آمين. سلطانة خير؟ شبك متلبكة؟ تعي قعدي احكي لي. هو بالعاصمة. مين هو؟ بيزيد جاي على العاصمة بس لحتى يشوفني، وهو عم يستناني بالقصر الرخامي. مو قلت لك يا قلبي ما رح يقدر على بعادك؟ بدك تدبري لي طلعة من هون يا سلطانة. معقول بيزيد قطع كل هالمسافة وانتي ما تقدري تطلعي تشوفي؟ هوري جيهان؟ سلطانة؟ انتي؟ سلطانة، سمو الأمير بيزيد طلع هلأ، طلع بشكل سري من كوتاهية باتجاه العاصمة حتى يلتقي مع السلطانة هوري جيهان، وأنا ما قدرت منعه. لازم توصل الرسالة للسلطانة هويان وتكون الرسالة بإيدها قبل ما يوصل سمو الأمير للعاصمة. فخرية، هوري جيهان ما بتغيب عن عينك لحظة. خير يا سلطانة؟ لوين رايحة بهالوقت؟ بيزيد انت شلون بتساوي هيك شي؟ كيف بتجي هيك على العاصمة؟ ما بصير تتجاوز القوانين. سلطانة كنت رح ضل كم يوم وارجع بعدها وما كان حدا رح ينتبه. كيف فيك تكون لا مبالي لهي الدرجة؟ عملتك هي خطرة كتير، لازم فورا ترجع على قصرك، لازم تطلع اليوم بالليل وما لازم حدا يشوفك ابدا يا ابني. سلطانة مستحيل ارجع بدون ما اشوفها. بيزيد معقول ما بتعرف هوري جيهان بنت مين بتكون؟ إذا نسيان رح ذكرك، بنت إبراهيم باشا والسلطانة خديجة، وما بصير يكون في بيناتكن علاقة، هالشي مستحيل يصير. أنا رح أمنعك حتى من التفكير فيها. إذا مولانا السلطان عرف رح يموتك. عفيفة؟ سلطانة؟ سمو الأمير مولاي السلطان طالبك لعنده فوراً. بلغ مولاي السلطان بوصولي. خلصنا حاجة تبكي وحياتك رح تنحل. كيف رح تنحل يا سلطانة؟ مو بس السلطانة هي ما عرفت، مولاي السلطان عرف بوجوده هون. سمو الأمير وقع بورطة كبيرة وكله بسببي أنا. أنا السبب بكل يلي صار. مولاي أنت شو مفكر حالك عم بتساوي؟ جاوبني! انت كيف بتتجرأ وبتترك امارتك وبتجي على العاصمة من دون ما تاخذ اذني؟
ما عندي غير جواب واحد يا مولاي، الحب. حبي لهوري جيهان خلاني ما أشوف شيء. هالحب رح يخليك تخسر أبوك. ما بتعرف شو رح يكون تمن هذا الشيء؟ هوري جيهان بترجع لعند بيان، وانت بترجع على كوتاهيا بتطب اغراضك. رح ابعدك وعينك بأبعد إمارة بمملكتي، بركي بيرجع عقلك لراسك. مولاي عاقبني عقوبة تانية، بكوتاهيا رح أقدر أعيش مع ذكرياتها. أرجوك لا تحرمني منها. أخرس فوق منها جاي بكل وقاحة اللي أنا شو بدي ساوي. نلع من وشي، ما عاد بدي شوف خليتك. نلع. بيشهد على كلامي، طول ما أنا عم بتنفس قلبي رح يدق كرمالك أنت وبس. ربي يشهد على كلامي، طول ما أنا عم بتنفس قلبي رح يدق كرمالك أنت وبس. كيف عرفتي بمكاني؟ من وين عرفتي اني باسطنبول؟ في مين شافك وخبرني دغري؟ وشلون ابي عرف بجيتي؟ اكيد السلطانه فاطمه مخبرته. ليش لحتى السلطانه تخبره؟ ما رح ترمي هوري جيهان بالنار. لا تكون كتير واثق فيها. مفكر جابتها لعندها لسواد عيونها؟ واضح انه في مخطط بدها تنفذه، وهوري جيهان هي اداته. هوري جيهان اكيد ما لها علاقه بهي القصه بنوب، هي بريئه. نحن الاثنين مظلومين. عم تقلي إنك مظلوم؟ لكن ليش رحت بالسر على منيسة وهددته لسليم؟ قصدك إنه هو اللي هددني؟ لو بتعرفي شو مساوي؟ بعرف كل شي عنكن، ومولانا السلطان بيعرف، بس لسه ما عنده علم بروحتك لهنيك. بس هلأ أكيد رح يعرف فيها. ما أنت أصلاً أخطائك عم بتزيد يوم بعد يوم. صحيح، معك حق، ضفت خطأ جديد لأخطائي. مولانا السلطان رح ينفيني لكيفي، وهيك صار فيكن انت وابنك المدلل ترتاحوا مني. بيزيد استنى. واضح انك ما بتعرفي انك غلطتي، بس مو مشكلة، لساتك صغيرة
وكمان ما عندك تجربة. يلي عم تقولي مو مزبوط. أنا بعرف إني غلطت، بس مع هيك ما قدرت أمنع نفسي من الحب، وأنا وسمو الأمير كتير حبينا بعضنا. أساساً هذا هو الحب يا سلطانة، إنك ترمي بحالك على النار بإرادتك، ولما تكوني جنب حبيبك تنسي كل العالم. مو هذا الحب؟ أكيد أنت كمان جربتي الشعور يلي أنا حاسة فيه. حلو كتير هالحكي، بس انتي تجاوزتي حدودك، نسيتي انك من العيلة الحاكمة؟ بالنسبة إلنا الحب هو أحاسيس ومشاعر منسمع فيها بالأغاني والشعر. لكن شو بتسمي مشاعر مولانا مع السلطانة هيام؟ وقصة الحب يلي كانت بين أبي وأمي؟ ما بظن هالقصص كانت مجرد أساطير. ممكن انتي ما تكوني عشتي قصة حب، بس إذا صاروا حبيتي حدا، وإذا كان هالحب حقيقي، وقتها حتكوني مستعدة تساوي أي شي كرمال تحافظي على حبك. أعدائنا مو بحاجة مصطفى يا رستم، أولادي هنن عم يحفروا قبورهم بإيديهم. الأمير مصطفى كمان ارتكب نفس الغلطة وترك إمارته ومسكه مولانا السلطان، بس مع هيك قدر يطلع من العاصمة صاغ سليم. من جهة طلع منا أي طلع، بس جهة مصطفى كلفته راس علي آغا ولا نسيت؟ هالمرة راس مين رح يطير؟ نحنا لازم نلاقي حل بسرعة. إذا هلأ مولانا السلطان نفذ كلامه وبعد بيزيد على المنفى رح نضعف كتير، وهي أنت شفت وضعه لسليم. بهالحالة ما في غير شخص واحد بيقدر يوقف مولانا السلطان، وهالشخص أنت. سمعت إنه مريم إجت لعندك، شو قالت لك؟ قالت لي كل شي علموها يا. هوري جيهان أنت عم بتخوفيني. ادخل. مولاي اجت السلطانة هوري جيهان. خليها تفوت. حاضر. مولاي سامحوني أنا عم أزعجكم، بس إذا جاي مشان تحكي بموضوع بيزيد لا تعذبي حالك. القصة خلص انتهت. هاي المسألة بيني وبين ابني بيزيد، أنت ما دخلك. ما أجيت منشان هيك يا مولاي. جبت لك هذا الدفتر. شو هذا الدفتر؟ هذا دفتر المرحوم أبي، بزماناته كان رفيق عمرك، كنتوا تحبوا بعضكم. هذا الدفتر تبع أخوك إبراهيم باشا. أنت يلي هديته يا عرفت شغلات عن هداك الشيء اللي صار بالغرفة يلي جنبكم بهديك الليلة. قالوا لي إنك أنت يلي عطيت الأمر بقتله، بس ما صدقت هالشي.
وما بصدق. وهالدفتر بيثبت عكس هالشي. مولاي هالدفتر لازم يبقى معك، لأنه بكل سطر فيه عم يحكي عنك. ما بعرف شو رح يكون حكمك بخصوص بيزيد، بس بعرف سمو الأمير روحه ما لقي ما عنده مقابل حبك له. إذا أصدرت حكمك بترجاك تكون رؤوف. أنا حابة أشوف سمو الأمير. سموه مانو هون. وينه لكان؟ اللي وين راح؟ من شوي طلع يا خانو، وهو راح الحمام. تجاوزت حدودي معك، سامحيني على الحكي اللي قلته امبارح. أكيد رح سامحك، بس أنت عم تأذي حالك هيك باللي سويته. عم بتبعدنا أنا وأبوك عنك كتير يا ابني. أنا طول عمري عم حاول إنه خليكي تحبيني أنت ومولانا السلطان ولو شوي، بس كل ما كنت حاول أقرب أكتر أنتو كنتوا تبعدوا عني أكتر. بيزيد، لو شو ما صار يا روحي انت بتضل ابني المدلل. يا ريت لو هالشغلة بإيدي، يا ريت لو قرار اعتلاء العرش كان بإيدي، كنت شفت وقتها قديش محبتك بقلبي. بس انت ما كان بدك ياني روح على منسة. ايه معك حق، أنا يا حبيبي عملت هيك لأنه بدي إياك تضلك بعيد عن خيانات أعدائنا، وما بدي إياك تتأذى يا ابني. وهلأ عم بنقهر لما عم لاقيك عم تتورط بهيك قصص. أنت لازم تسيطر على حالك. حروح لعند مولانا السلطان وأعمل كل شي بيطلع بإيدي كرمال مولانا ما يبعتك على المنفى. بعتتني جيهان خانم، قال إنه سمو الأمير أمر نجيب له الشراب. بس سمو الأمير قال ما بده حدا يفوت لعنده. ليش أنا أي حدا؟ أنا حاملة ابن سمو الأمير ببطني يا آغا، ليش ما بده يعني؟ على فكرة بحب قلك، إذا ما خليتني فوت لعنده سمو الأمير رح يعرف كيف يحاسبكم بعدين.
البانو! شو الوقاحة يا خانم؟ يلي شايفتيه قدامك أمير ويلي قدامك ما أي حدا نور بانو. انت اطلعي لبرا. فكرتك انك بتحبني وما بدك وحدة تانية غيري، طلع كل هذا كذب. طلعت انا بس عم بحلم. لو كنت بتحبني ما كنت اطلعت على وحدة تانية، بس انت ما بتحبني ابدا. مزبوط قلت لي انك بتحبني بس انت خدعتني. نور بانو هذا اسمه حرم لك، هذا حرمي الي. وجود بنات غيرك هون ما رح يغير عندي شيء ابدا، ما رح يغير من حقيقة مشاعري تجاهي. لانه انا مجرد جارية تعمل فيها يلي بدك اياه. انا حامل بابن سموك بس مو اكتر. لبقى تستنى مني حبك لان قلبي سموك موته، كلياتي متت، روحي ماتت. هالحكي شو معناته؟ يعني لازم تاخد قرار. ما رح يكون في بنت تانية بحياتك هون غيري أنا. ما بقبل وحدة تانية تشاركني فيك. أول ما مشيت بهذا الطريق كان في كتير ناس حوالي، بس للأسف اختفوا واحد ورا التاني. ضلوا كم واحد، وانت واحد من اللي ضلوا يا نصوح. هذا من لطفكم مولانا. اللي خلاني بعد عن الناس اللي بحبهم، واللي خلاني اعيش ببحر من الهموم والاحزان والمشاكل، بتعرف شو هو يا نصوح؟ اني ما شفت منهم الاخلاص. ومن ورا هالسبب ومشان أعرف كل شي عم بيصير حوالي، اضطريت أمر حراسي ووكلهم بمهمات خاصة مشان أعرف الحقيقة. مع الأسف أنت كمان وكلتك بوظيفة مهمة كتير، طلبت منك إنك ما ترحم حدا أبدا، بس انت خبيت الحقيقة يلي بتتعلق بيزيد عني وما حكيت لي اياها، وصرت من طرفه. اخترت انك تكون مخلص لبيزيد بدل ما تكون مخلص الي انا. انا يا مولاي ما توقعت ابدا المسألة تكبر لهد. مين بيعرف؟ بجوز تكون مخبي عني شي بخصوص مصطفى. وهيك انت كمان طلعت برات الدائرة. إن شاء الله أجر وعافية يا خضر باشا. اطلع أنت. مولانا حب يطمن على صحتك، وأنا كمان حبيت إجي وشق عليك. يظهر ما عاد فيك حيل بنوب يا باشا، هذا يلي مبين. ومثل ما بتعرف هاي علامات الموت. أساساً
نحن منشبه بعضنا شوي، اتنيناتنا رجال أصحاب مناصب صعبة، بس هذا هو القدر. بدل ما نحارب ونكون إيد واحدة، للأسف القدر تركنا نحارب بعضنا وش لوش، والقوي هو اللي ربح. بيقولوا إنه بس يكبر الذئب بالعمر بيصير مسخرة الكلاب، بس لسه في أسد واحد وهو سمو الأمير مصطفى يلي رح يجيب آخرتك. صدقني زعلت عليك كتير يا باشا، تخطيت عواصف هالبحر وشاركت بحروب كتيرة وما انجرحت ولو جرح صغير بأي حرب، بس انت هلأ رح تغرق وتسلم روحك ببحر الآخرة يا باشا. يا كنت كل ما أشوفك أتخيل هي اللحظة يا مصطفى. ما عاد في داعي تتخيلي أبداً. ليش ما خبرتني بالوضع قبل هلأ؟ وقت عرفت كان صار اللي صار، معناتها كان لازم تمنع هالزواج بأي طريقة. لو قدرنا ما كنا وصلنا لهون أصلا. في حل يا فهد، وإنت يلي رح تنفذ هالحل. الريس خضر أكيد قيمته كبيرة عنا، بس ما في قدامنا حل تاني. روح تخلص من مهروني سخانه.
لقمان آغا مولانا بجناحه؟ لا يا سلطانة. وينه لكان؟ طلع قبل شوي وما قلنا لوين رايح. سامحني مولاي، أنا بعرف إنه من اليوم اللي ولدت فيه لهلا وأنت حاسس بخيبة أمل تجاهي. يمكن لأني دائما كنت بظل إخواتي، لهيك كنت دائما حاول برهن لك عن قوتي، بس للأسف أنا كل مرة كنت أرجع وأرتكب خطأ أكبر من اللي قبله. وأنت ليش عم بتقول هيك يا بيازيد؟ اهتمامك الكبير كان بأخي مصطفى لأنه كان شجاع وقوي، ومن بعده بأخي محمد اللي كان غالي عندك لدرجة إنك حطيت له عرش فوق قبره يا مولاي، وأخي سليم يلي شفته بليق بإمارة منيسة أكتر مني. مثل ما هنن أولادي أنت كمان قطعة مني يا بيازيد. حتى إذا بدك لولا عصبيتك الزايدة اللي بتنفجر مثل البركان كنت انت طلعت اكتر واحد فيهم بشباني. وهذا اللي عم تحكيه ما بيصير. انت من المفروض يا بيازيد تكبر شوي وتصير رجال اذا بدك يعني ارفع راسي وافتخر بنجاحاتك المهمة كأب. لازم بنفس الوقت تتحمل مسؤولية أخطائك كمان. يمكن أنا في شغلات كتيرة ما علمتك إياها أو علمتك إياها غلط لأني ما قلت لك. لأني ما حسستك إنك قطعة من روحي وإني بحبك. سامحني بابا، سامحني. مولاي شوفي يا رستم، اجانا خبر سيء يا مولاي. قائد الأسطول البحري خضر الدين باشا أعطاكن عمره يا مولاي. يمتلئ قلبي بالحقد وبالألم والغضب، أحس بطعم غضبي في فمي في داخلي مثل بقعة في صفحة بيضاء، وأقع في الشك. حينها أهلع لأن أفتح المثنوي لجلال الدين الرومي حتى أتذكر نفسي. فالذاكرة هي بالنسبة لي عبادة سرية.
قبل أن أضاء بنوره كنت مجرد نقش ميت على جدران قصرك. هو قبل أن يعزف بأصابعه الناعمة على أوتاري كنت أعزف ذات اللحن في كل مرة. كنت عبارة عن ربابة جافة غريبة عن نفسها. أنا على راحتيه أجد الإخضرار والحدائق والأشجار، أرى ما هو أوسع من البحار، أجمل من لمعان ضوء الشمس على مياه الأنهار. أرتاح في ظلال الأشجار التي نبتت على راحتي، ولكنك أنت لن ترى أي شيء من هذا أبدا. أنا أعلم من أكون، ولكن هل يعلم هو بأنه شمس حياتي حتى وإن لم يعلم؟ أنا تلك الفراشة التي تحوم حول النور، تلك الفراشة التي كلما اقتربت من نور الشمس ذاب جناحاها. أنا العبد إبراهيم، أنا من كنت فراشة مولانا وعبده وكذلك رفيق دربه في تلك الطرق التي مشيناها والساحات التي قاتلنا فيها. وجدنا بعضنا البعض ولم نخسر شيئا، لا مدنا ولا طرقا ولا فصولا ولا حتى السنين، قضيناها كلها سويا. أنا أفكر فيما مضى، فقد مضى كل شيء وبقيت الصداقة. أقولها وأكررها مرات عدة، أقولها حتى إن جاءتني المنية في آخر لحظات عمري كي لا أنسى. Thank you.